السلام عليكم الاخوه المتابعين الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وعلى ان الديكور زين، مرحبا بكم. غادي نوريكم واحد الديكور زين. انا دابا شترى داست والجوزين صافي نقي للمرايه، وتقول نيت المرايه يعني المرايه، ودا الاخوه المرايه النقاء. دابا نتمنى يعجبكم هذا الديكور. صراحه واحد المنظر، واحد الديكور رائع زين. ايوا شنو نقول لكم، معايا دائما نحن مع البرية، مع المناطق اللي هي ذات طبع صحراوي. يلا الاخوان اللي عجبوا الفيديو ما ينساش يدير لنا واحد اللايك. الاخوان راه اللايك هي اللي كتشجعنا. ولا راك انت متابع جديد ولا متفرج جديد، دير لايك وتابونا في لاشين الاخوان. يلا اللي كيعجبو شي حاجه نتاع البرية على هاد المناظر والديكور وكل شيء، وهلا إني ديكور زين الدراري، ديكور زوين نيت. هذا خاصو شي برادة تايق وشي مجمر وشي شواء. الشتوى اللي دازت، الله 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 الله، سبحان الله وبحمده، يا الله يا الله. هادشي كيف الجج، شوفوا على ديكور، شوفوا